هل يجوز من المرأة المسلمة بأن تتزوج من غير المسلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم، لأن الله عز وجل قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم. ويقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوا بناتكم ونساءكم للمشركين حتى يؤمن، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجب. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير شيخ. يعني إذا المرأة المسلمة تزوجت من كتابي مسيحي أو نصراني، هل هذا الزواج هو باطل؟ نعم، هذا الزواج في أحكام الشريعة الإسلامية زواج باطل، لا يجوز، لا يجوز أبدا أن تتزوج المرأة المسلمة من غير المسلم، ولا يحل لها. ما هو حكم الشرعي في ذلك الأمر؟ أنه أمر محرم، حرمه الله عز وجل في كتابه، وهو باطل، يعني عقد باطل، لا يصح ولا ينعقد ولا يجوز. شيخ، يعني أخت تؤثم عليه فقط، ليس هناك أمر شرعي. العقد باطل، يعني لا ينعقد، لابد من التفريق بينهما، لأنه عقد لا يجوز، عقد باطل حرمه الله عز وجل. قال الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. المرأة المسلمة لا تحل لغير المسلم.